تبارك الله صراحة. شي شربت من هذا الماء ده هو عار. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد ان شاء الله. رحله خارج المدينه نديروها ان شاء الله. دابا حنا خارج المدينه ان شاء الله، حنا دابا عاد خرجنا من الدار كما العاده. خدينا معنا واحد شويه ديال الخبز هنايا، تلاقاو شي حيوان ولا شي حاجه. وهاد القرعه هادي غادي نحطو شويه الماء لواحد وديما كنقول لكم الخوت، يعني الا كان شي واحد خارج ولا شي حاجه، خارج من المدينه ولا خارج شي بلاصه بحال هكذا، ديما فيها باس يخرج معاه شويه ديال الخبز ولا شي حاجه. كاين كلاب، شويه الماء، شويه ديال الفنجين، تيكونوا كلاب، تيكونوا حيوانات برا مساكن محتاجين هذا الشيء هذا. نتوما اصلا تيبقى لكم بزاف ديال الخبز، تيبقى من ما يتلا الى حول احسن حاجه تطخو. هذا هو اللي كاين. وفي الطريق ديالنا ضروري ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله الطبيعه اللي غادي تكون ان شاء الله. غادي نصور لكم الطبيعه اللي كاينه هنا في هذه المنطقه هذه. انا خارج ازو، هنايا كاين واحد الشركه ديال معروف ازرو صاني، هي واحد الشركه ديال البناء. حنا جينا من هذا الشيء هذه، خرجنا من هذه الجهه. دابا راه حنا غاديين خارجين دابا من المدينه. هذه واحد الصديقه ماشي غير الكلاب اللي كيكونوا، راه تيكون النمال كيكون، فهمتيني؟ حتى ما لقيناش الكلاب راه داو النمل ان شاء الله. غادي هذاك النمل اللي ديجا كنا مشينا ليه، وغادي نمشيو للكلاب تاعنا نعطيهم شويه ديال الخبز. ايوا هادشي اللي كاين ان شاء الله، ما يكون خير ان شاء الله. نتمنى هادشي هادي غتخياب، هادشي يعني نتمنى غتولي الدينا غادي تاكل هادشي هادي. ايوا والله قال لي فيها الخير. فهاديك الوقيته ديال الدورة اللي كتكون مش حارة، كتكون شي حيوانات خارجين، هادوك الكلاب وداكشي، ما تيكون الناس راه كيدوزو من هنايا راسي بزاف. بنص الطريقة هادي اصلا كدوز هاديك الحوينة اللي كاينة هنا في هاد الجهة. غنقربو غادي نصورها لكم. كيما قلت لكم الخوز، راه الكلاب انا كنت غادي دابا في هاد الجهة هادي وراه ما لقيت حتى شي كلب هنايا الصراحة. ما عرفتش واش واقيلا تقتلوهم، فهمتيني؟ شوف واقيلا واحد الكلب كاين هنايا في هاد الطريق. وانا غادي نعطي شويه الخبز، راه هادشي راه باين فيه العطاش وفيه الشعب. شتي نعطيو شويه ديال الخبز، هادشي خاف مني، هادشي حط له الخبز ومعرفش. المهم انا حطيت له الخبز هنايا، راه كيما كنت شفت حطيت له الخبز هنايا، غادي يرجع في المره غادي ياكل. انتم الخوت شوفوا تبارك الله، قلت لكم هذه الشمس هذه دابا اللي جات عليا ما ترى زوينه الصراحه. انت شوف تبارك الله تقريبا الازر اللي بغى يدخل منها راه يدخل منها من ازرو صاني، شي ديك الشركه ديال ازرو صاني، من تما غيدخل وغادي يجي معاها وغادي يجي معاها. ايوا هادي هي الطريقة ديالنا. هداك الكلب راه خلينا على هاد الجهة، مشى لهيه واقيلا كسر ديك البلاصة ديالي. غادي يرجع، راه حطيت له الخبز هنايا علاش وين رجع تما، راه غادي يلقى شويه الخبز. هادشي اللي كاين. المهم بعدا هو بحال خاف منا واقيلا حيت كيضربوهم، فهمتيني؟ غادي يخاف. ان شاء الله حتى الدراري تيجريو من هنايا، فهمتيني؟ كيديرو شويه الجرا، انت كتشوف كيما كتشوف، تشوفو معانا انت تيجريو من هنايا كيديرو الرياضه، ومن طوب كيديو حتى القراعي تيعمروهم. راه هما تيتجمعو عليا، انت كتشوف راه إلا قربت راه تيتجمعو على داك الخبز. والله ما عرفتش واش غادي يكمل هاد التليفون ولا ميكملش، هادشي دي ستوكاج عامر كيما كتشوف في الطبيعة. هي زوين
لاحظ الا كان النمل راه تنعطيوهم، ما كانش النمل راه يعني بحال دابا هادو خاوي، هادو كاملين خاوي. شي راسك النفس ديالك ضيقة وخاطرك ضيق قلبك مشدود عليك، والله العظيم ما يخرج دير شي صداقة، حتى حتى ربي غادي يفرجها عليك بالله. دير صداقة في الحيوان، في انسان، في اي حاجة، يعني المهم هو خرج دير شي عمل انساني او خيري، طعم حيوانات او انسان او كما بغاو يكون، راه والله تتحس بواحد الراحة نفسية. تبارك الله ما شاء الله، يعني سبحان الله العظيم. هادي راه غي جربها، غي جربها والله تتشوف. شوف تبارك الله، شوف تبارك الله الزرع، شوف تبارك الله. فاش كنشوفو هادشي هادو والله لسان فرحو، الحمد لله الخيرات. كما كتعرفوا الاطلس ديال ازرو راه زوينه تبارك الله. عاود تشوف ان شاء الله نديرو شي رحله ان شاء الله للغابه. هادي مود دابا ماشي ان شاء الله، ولكن غادي ندير ان شاء الله شي رحله ونشوف ان شاء الله الطبيعه كي تدير تما هي واحد عاوتاني. تبارك الله، شوف انت واحد الدخله من هنايا، شوف تبارك الله الصراحه. تبارك الله الصراحه، مزيان الا كان ان شاء الله شي شتا ان شاء الله، وعاوتاني والشميته راه يكون كثار من هكا ان شاء الله، غادي تزيد يكبر. لكن راه تبارك الله الخضور هادي وهاد الريحة هادي، ما شاء الله. لفتت الانتباه ديالي انت، شوف واحد العائلة درت واحد الخرجة تبارك الله، انت شوف كيجريو الانسان يخرج بحال هكا يجري، راه زوينه هكا الطبيعه. يخرج بهم من المدينه للمدينه راه حبس والله العظيم. ايوا الحمد لله. عجبوه الحال، دابا الماكلة لقاها قدام الدار، يبقى يدخل دابا تبارك الله. صحتك وراحتك. انت شوف تبارك الله عاوتاني، هو داك النمل الاحمر عاوتاني كما قلت لكم، ها هو دا كثير هنايا. وهكا غادي نستمر ان شاء الله في اطعام النمل ان شاء الله، حتى غادي يتسالى النهار، حتى غنبقى مقنش بزاف ديال الخبز، غادي نساليوه ان شاء الله على هاد النمل ان شاء الله، وغادي نكملو الطريق ديالنا وغادي نصورو معاكم حتى نوصلو للعوينة نعمرو ان شاء الله هاد الطريق هادي، ونعاودو نضربو الدورة ان شاء الله من هنا. حنا عطينا النمل تبارك الله، هاد الطريق هادي عامرة تبارك الله بالنمل. دابا في طريقنا في العوينة، هي هادي الطريق اللي هابطة للعوينة، راه ديجا صورتلكم وقلتلكم العوينة كانت لداخل، وهاد الناس دارو الكرياج على الملك ديالهم وردوها لتحت. هي هادي الطريق، هادي الطريق. حنا غادي نمشيو وغادي تشوفو ان شاء الله. هي دي العوينة كما كتشوف، راه كاينين الناس فيها الشتا، الناس كيعمرو تمايا العوينة كتشوف راه هنايا. هنايا كانت برد هنا، حنا نعمرو القرعة ونزيدو بحالنا. شي شربت من هاد الماء هذا واعر. الله، شيت لنا زوين. خوت حنا عمرنا المويه ديالنا، عطينا واحد الكلب كما شفت في الطريق حدا العوينه جا، وعطينا شويه الخبز. حنا غاديين دابا في واحد الطريق راه عاد كيصوبوها جديده كما كتشوفوا،
مزيان غتسهل حتى الامور الناس اللي كتدخل هنايا باش تمشي لديك العوينه. هذه طريق اخرى ماشي هذيك اللي جينا منها، هذه اخرى. هذه هي ديك الغنم تبارك الله. كنت جيت باش نقلبها على شي تيمم يكون زوين. التيمم لقيت هذا التيمم هذا زوين خلاص، هذا هو اللي عجبني اختاريت. كاين شي وحيد اش ولكن ولقيت شي حجر سبحان الله العظيم زوينه، شي واحد الحجر انا غنوريكم هذا الحجر هذا تشوفوا هما الخوتة. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، هذه خلاص بركانية، هذه دايره بحال بغريرة. شو هذه سبحان الله العظيم كثيرة، شو هذه عاود مختلفة عليهم في اللون. هذه سبحان الله العظيم، شوف هذه عاود كثيرة ثقيلة، وهذه مكورة عاوتاني سبحان الله العظيم. دابا غاديين راجعين للاطو لهي، جينا مع هاديك الطريق اللي من هي. حنا دابا غاديين مع واحد الطريق اخرى عاوتاني. احسن حاجة هو البعد عن المدينة شوية، تبعد شوية من المدينة تخرج للطبيعة بحال هكا. مصطبت بقى هاد البلاصة هادي الصراحة، مصطبت بقى بحال هكدا وتكون زراعات بحال هكدا وتكون الطرقة بحال هكا زوينة بعد. اما باش تدخل المدينة راه كتقتل الطبيعة هادي كتموت. ايوا الحمد لله على كل حال، وبهذه الطبيعه وبهذا الجو الزوين ان شاء الله نخليكم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله مره اخرى. ما تنساوش الدعم ديالنا الخوت، ما تنساوش الدعم ديالنا وتبارطاج هذا الفيديو ماكسيموم. وشكرا شكرا بزاف لدعمكم الدعم ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وفي صحه جيده ان شاء الله لكل الاحباب وكل اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا.